السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا النهارده في تجربه جديده. والنهارده تجربتنا عباره عن وصفه هنعمل العيش مع بعض في الانستنت بوت اللي هي ويز اير فراي. العيش اللي هو اللي شبه العيش الشمسي، هو مش شمسي طبعا، مش معمول بطريقه الشمسي، بس هو اللي هو شبهه، اللي هو ينفع نستخدمه مثلا في الاكل بتاعنا، الملوخيه، الاكل بتاعنا زي كده. تعال نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه نشوف مكوناتنا. معانا كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره خميره، معلقه صغيره سكر، نص معلقه صغيره ملح، وعندي هنا مع كوبايتين دقيق ابيض، كوبايتين ونص، وهنا نص كوبايه دقيق اسمر اللي هو كامل الحبة. وده اختياري، يعني لو انا هحطه عشان يديني لون غامق شوية، عشان ميبقاش لونه ابيض كده شبه التوست، يبقى غامق شوية وقوامه اتقل شوية. لو انتم مش عايزينه هتحطوا 3 كوبايات من الدقيق الابيض. اول حاجة هعملها، هاجي في البولة بتاعتي اللي هعجن فيها، وهحط المية الدافية بتاعتي، ومعاها معلقة السكر، ومعلقة الخميرة الكبيرة، وهديها كده تقليبة كده بسيطة، وهسيبها بعد كده تخمر. هشغله اهو كده، يدوب على يدوب تقليبة كده بس واحدة، يتقلبوا مع بعض، وهسيبها بس اول ما تبدأ تخمر عندي. هروح هنزلها بالدقيق بتاعي وباقي المكونات. طبعا لو ما عندكوش العجان هنسيبها نقلبها بمعلقة، ونسيبها في مكان ده فيه في تقفيلة المطبخ او في الميكرويف 5 دقايق بس، هتلاقيها عملت ريمة، وبعد كده نبدأ نستخدمها. عبال ما الخميرة بتاعتي تجهز هجهز بقى الحاجات اللي انا هحطها. ده الدقيق الاسمر بتاعي هحطه على المعلقتين ونص الدقيق الابيض اللي عندي، وهنا نص معلقة الملح هحطها. هقلب دلوقتي المكونات الناشفة بتاعتي اللي انا حطيتها، الدقيق الابيض على الدقيق الاسمر على رشة الملح. هستنى الخميرة بتاعتي بعد ما الاختبار بتاعها وتبدأ تعمل ريمة كده ان هي خلاص خمرت، هنضيف عليها المواد الجافة بتاعتي. ادي الخميرة بتاعتي هي خمرت اهي، هتلاقيها عملت وش كده وعاملة بابلز كده، تمام. فدلوقتي خلاص هحط المكونات الناشفة بتاعتي، وفي الاغلب انا مش هحتاج مادة سائلة اكتر من كوباية، لان هو الدقيق دايما بنحط نص ميه. يعني انا لو عامله 3 كوبايات دي هحتاج 1.25 كوباية، مش هحتاج اكتر من كده. فانا هكتفي بالكوبايه دي دلوقتي، ولو لقيت ان العجينه ناشفه مش قادره تلم معايا هزود 1/4 كوباية ميه. هسيبها دلوقتي تتعجن، هسيبها من 5 ل7 دقايق تتعجن. لو انت بتعجنيها على ايدك هتعجنيها من 10 ل15 دقيقه عشان خاطر تتلم معاكي بطريقه صح، وعشان ايه يبقى القوام بتاعها كويس. ودي اهم حاجه في العجين طبعا، معروف ان احنا لازم نعجنه كويس. في العجان لازم بنبدا بسرعه بطيئه، يعني ببدا بسرعه 1 زي ما انتم شايفين كده عشان يبدا يلم معايا العجينه. بعدين لما العجينه تبدا تتلم معايا شويه بزود السرعه. انا هسيبه يتعجن وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هو شغال اهو عندي، وزي ما انتم شايفين العجينه مش راضيه تلم معايا، فكده انا هزود 1/4 كوباية ميه. زي ما قلت لكم احنا هنزودها لو حسينا ان العجين محتاج الدقيق محتاج، يعني على حسب نوع الدقيق، تمام. انا كده زودت 1/4 كوباية الميه وهسيبه يكمل، بس انا حبيت اوريكم الخطوه دي عشان خاطر لو مش راضيه العجينه تلم معاكم ما تقلقوش وتقولوا لا ده مش راضيه تلم. لا خلاص مفيش مشكله، هنزود 1/4 كوبايه. ما لمتش هنزود 1/4 كوبايه كمان، يبقى كده 1/2 كوباية، وده الماكسيمم بتاعي. يعني اي 3 كوبايات بياخد نص المعيار ميه، تمام. هسيبه يبقى يكمل، ولما تلم هنرجع تاني. ادي العجينه بتاعتي بعد ما خلصت، خلاص اهي اتلمت كلها اهي. طبعا امتى نعرف ان هي تمام؟ لما تبقوا بصوا شايفين طريه معايا اهي، طريه عادي بس مش بتلزق، شايفين مش بتلزق اهي، تمام كده. خلاص هي العجينه بتاعتي جاهزه. هنيجي دلوقتي نشوف بقى هنعمل ايه معاها، وهنسوي هنخليها تخمر ازاي بطريقه سهله جدا وسريعه باستخدام الانستنت بوت. ادي العجينه بتاعتي خلاص اهي بعد ما جهزت، تمام. المقدار ده هيعمل معايا رغيف كبير يا اما رغيفين صغيرين، شوفوا انتوا حابين ايه، تمام. طبعا هي لسه هتخمر وهتكبر اكتر من كده. هجيب الحله بتاعه الانستنت بوت، وطبعا تكون ناشفه، وهحط فيها معلقه زيت زيتون علشان خاطر احمي العجينه بتاعتي انها تلزق، ده اولا، وثانيا عشان يديها لون كده حلو ذهبي لما نسويه، تمام.
هجيب بس العجينة بتاعتي، هظبطها قبل ما احطها واكورها كده، اعملها كورة، اتأكد انها متجانسة كلها مع بعض، كلها حتة واحدة، تمام اهي. وهروح حطاها كده في زيت الزيتون، هوزعه كده الاول زيت الزيتون في الحلة كلها، وبعدين هظبطها مش تشيل هي كلها اهي كده في زيت الزيتون، عشان يبقى زيت الزيتون مغطيها من كل حتة. وهفردها كده حاجة بسيطة خلاص. هو انا كده فردتها اهو شوية، لان هي لسه طبعا هتعلى وهتخمر، تمام. وهجيب عندي اي فوطة تكون مندية، يا دوب مش مبلولة قوي، مندية، وهحطها معاها. وخلاص كده هحط الحلة بتاعتي في المكان بتاعها في الانستانت بوت، وهنخمرها جوه الانستانت بوت. الخطوة دي لو انتوا عايزين تعملوها من بره مفيش مشكلة. هنخمرها ازاي؟ على الدي هايدريشن، تمام. طبعا انا كده الاير فراير طبعا مش هيشتغل من غير الغطا بتاعي، حط الغطا الاول، تمام. هستختار الدي هايدريشن، عندي الدي هايدريشن المينيمم بتاعه ساعة، يعني انا لو جيت ازود اقلل مش هلاقي اقل من ساعة، احنا عايزينها نص ساعة. فهنشغلها على ساعة درجة حرارة 105، تمام. وهسيبها 30 دقيقة، هدوس ستارت، هسيبها 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة هيجي علشان هوريكم هعمل ايه. ادي عندي ال 30 دقيقة بتوعي خلصت على 105 في الدي هايدريشن. هفتحها كده واطلع العجينه بتاعتي، شايفين ارتفعت ازاي؟ الاول كانت تحت خالص، هي ارتفعت دلوقتي، والفوطه بتاعتي عشان انا بلاها طبعا ما لزقتش. ادي العجينه بتاعتي اهي، هطلعها اهي، وهروح بقى خلاص عجناها عجنه كمان عشان اطلع منها الخمر اللي هي خمرته ده، تمام. وهلاقي طبعا طول ما انا فاتحه الحله، الحله بتاعتي اهي شايفين عماله تقول لي ليد وتعمل صوت انذار، علشان طبعا مينفعش هي تفضل شغالة من غير الغطا بتاعها. هعجنها كده بس عجنة، وهسيبها تكمل الخمر بتاعها، تمام. هكورها كده تاني، هعملها كورة وهحطها تاني. طبعا هي اصلا كنت حاطه لها زيت، فخلاص هي مش محتاجة، لاقي عندي في الارض اصلا ارضية في زيت. هحاول افردها كمان المرة دي عشان بعد كده هنبدأ نخبزها على طول. والفوطة بتاعتي مندية، هحطها تاني وهسيبه يكمل الثلاثين دقيقة التانية الباقية. هخلص الثلاثين دقيقة بتاعتي، وهخلص الثلاثين دقيقة بتاعتي وهنرجع مع بعض. ادي عندي الوقت بتاعي خلص، وهشوف الرغيف بتاعي وصل لحد فين، ما شاء الله شايفينه عالي ازاي. دلوقتي بقى هطلعه عشان نبدأ نخبزه. وهلاقي عندي هنا، هلاقي ايه؟ هلاقيه مندي شوية ومكان الزيوت وكده، فهمسحه الأول بمنديل وانشف المكان علشان لما اجي احط الرغيف بتاعي ما يلزقش. ادي منديل عندي، همسحه كويس. وهدي بس رشة كده بسيطة من الزيت عشان ميلزقش عندي من تحت في القعر. ودلوقتي هسخن الحلة الأول علشان احنا هنعملها على بيك، فمحتاجين نسخن الحلة الأول. هدوس هنا بيك، درجة الحرارة هتبقى عندي 325 لمدة 30 دقيقة، وهدوس ستارت. هستناها اول ما تسخن ويديني عندي، يبدأ العداد يعد تنازلي، ساعتها هحط الرغيف بتاعي علشان كده هي سخنت، علشان انا عايزه احطه وهي سخنه محطوش على البارد. دلوقتي عبال ما الحله تسخن عندي، هجيب الرغيف بتاعي وهبدأ افرده علشان ده خلاص الشكل النهائي ليه. هفرده بالشكل ده، وهجيب السكينه بتاعتي وهعمل فيه كده علامه بلس كمنظر بس مش اكتر. واول ما هتسخن الحلة بتاعتي هحط له اللي هحطها على طول جوه الحلة عشان يتخبز معايا. هي اشتغلت، داني كده رنة واشتغلت وبدأت تعد بالتنازلي. هشيل الغطا بقى وهحط الرغيف بتاعي اهو، هحطه بقى خلاص وهغطيه.
وهحط الغطا بتاعي وهسيبه بقى يبدأ يشتغل. هشتغل نص ساعة، هسيبه يستوي براحته وبعدين هنشوف هنطلعه مع بعض. ادي الوقت بتاعي خلص، وادي الرغيف بتاعي زي شايفين شكله من فوق، بس من تحت شايفينه لسه ابيض، فانا ولسه كمان طري شويه، فانا هحطه على الشبكه بتاعته اللي هي جايه معايا، علشان الحاجه لما في الاير فراي تستوي كويس من تحت لازم تبقى مرفوعه شويه، ما تبقاش لازقه في القعر كده. فطبعا الشبكه ليها رجلين فهترفعها، وكمان هيسهل عليا ان انا اطلعه كده لفوق. هشتغل عليه تاني بنفس الطريقه على بيك لمده 10 دقايق. هدوس ستارت وهسيبه 10 دقايق بس ياخد الوش من تحت، وبعد كده نشوفه مع بعض. كده الوقت بتاعي خلص اللي احنا شغلناه تاني عشان العيش ياخد معايا لون. هجيب دلوقتي فوطة اطلع بيها الشبكة، بس خلي بالكم طبعا عشان ايه سخن جدا. هسيبه نص ساعة كمان على الشبكة يبرد، علشان خاطر ايه ما يبقاش كاتم جوه وكابس. هنسيبه كده خالص يبرد خالص، وبعد كده نبدأ نقطعه ونشوفه مع بعض. ادي عندي العيش بعد ما برد، هنقطعه دلوقتي مع بعض مش هنشوفه من جوه. هو لسه دافي شويه من جوه، لكن اهو شايفين شكله طالع مفرغ ازاي، طالع مفرغ ازاي مش مكبوس، وشايفينه شايفين طالع حلو مش طري كده، مش طالع ناشف ولا كابس. ادي بقيه الحته بتاعته شايفين. انا هقطعه سلايزات علشان خاطر هحمصه في الفرن عشان هستخدمه اعمل بيه فته. انتوا بقى صنعوه بقى بالطريقه اللي تعجبكم، هيبقى حلو قوي مع الملوخيه. وكمان لو تلاحظوا دي القمح الكامل الغامق اللي احنا حطيناه هو اللي اداه اللون ده، لونه مش فاتح، مش طالع لونه ابيض زي العيش التوست اللي احنا بنشتريه. وطبعا الوش بتاعه شايفين وشه طالع جميل ازاي. ده كان العيش اللي احنا عملناه النهارده مع بعض، ودي كانت طريقته بطريقه منتهى سهله جدا ما فيهاش اي مشاكل. يا رب يكون عجبتكم التجربه بتاعه النهارده، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم.